ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بداية نرحب بحضراتكم جميعا، نرحب بالسادة الضيوف، بالسادة الإعلاميين، بجميع من أراد أن يأتي ليدعم حملة التجرد، نرحب بكم جميعا. وبداية نوجه الشكر لحزب البناء والتنمية على استضافته لمؤتمر الصحفي الأول لحملة التجرد في مقره ب 6 أكتوبر. يعني أشكرهم شكرا جزيلا على هذا الموقف الكريم بالقبالية. إحنا إن شاء الله زي ما حضراتكم شفتوا إحنا وزعنا البرنامج بتاع المؤتمر، وإن شاء الله ده نطيل على حضراتكم. إحنا في مقدمة بسيطة هنبدأ فيها التعريف بالحملة وأهدافها. بعد كده هننتقل لكلمة بداية من سيد عرف نفسي، أحمد حسني حسن المنصف العام لحمل التجارب. الكلمة بعد كده هننتقل فيها للأستاذ خالد، الأستاذ القذافي عبد الرازق، وهو شغلته خالد، اسم الشهرة خالد يعني عشان الأسماء الموجودة في الورقة. وإن شاء الله هو هيحدد حديث الأرقام، هيبين الأرقام التي أو الإحصائيات الخاصة بالحملة بداية من أول يوم لها وإلى يومنا هذا، وما سيأتي إن شاء الله بعدين في تفصيل كامل لهذا الأمر. بعد كده إن شاء الله الفقرة الثالثة هتبقى مع الأستاذ خالد المشد، وهو منسق العلاقات العامة للحملة والمتحدث الرسمي لاسمها، وهيكلمنا عن خطة عمل الحملة منذ بداية يوم تدشينها، وهو إحنا كنا مقررين الحملة يتم تدشينها بالأمس رسمياً اللي هو 1 يوليو. ولكن لظرف تأخر المؤتمر الصحفي يعني إن شاء الله نعتبر اليوم هو اليوم الأول للحملة رسمياً، وهنشرح الموضوع ده بالتفصيل. يعني هيحدثنا الأستاذ خالد عن خطة العمل بتاعة الحملة من النهاردة إلى ما شاء الله عز وجل. بعد كده في معانا كلمات السادة الضيوف المنورين هيقولوا شهادتهم في حق الحملة ولماذا انضموا لها أو رأيهم في الحملة عامة حتى وإن لم يكن انضموا لها. بعد كده في معانا فقرة الرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بسيادتكم، ونرجو طبعا إن احنا يعني إيه لا نطيل ولا نعبر على الموضوع الرئيسي اللي احنا النهارده متابعين له. وبعدين كلمة ختامية وشكر لحضراتكم على كده. إن شاء الله نبدأ بالتعريف بحملة التجرد. في ناس كتير طبعا بداية استغربت الاسم، يعني كل ما بنطلع في مناسبة إعلامية بيتم السؤال ما المعني بكلمة تجرد؟ ماذا تعنون بها؟ وفي ناس طبعا بتتخذها إلى حد ما يعني بطريقة غير ظريفة، ولكن احنا المعنى جميل جدا، وأعتقد إن كل مصري بل كل إنسان على وجه الأرض محتاج لهذا المعنى. احنا المعنى هو معنى التجرد لله عز وجل، ومعنى التجرد لله عز وجل إن أنت في عندك إنسان، كل واحد ليه انتماءاته، انتماء حزبي، انتماء ديني، انتماء حتى لبلد معين أو ما إلى ذلك، ولكن لما أنا أجي أخذ موقف معين أو أتبنى رأي معين لابد إن أنا أنظر هل هذا الرأي هو متجرد فيه لله، يعني هو موافق لأمر الله عز وجل، لشرع الله عز وجل، لصالح العباد في الشرائع التي أنزلها الله عز وجل ولا لا. يعني لو انا مكتمل لحزب معين والحزب دوت واخد موقف وانا شايف ان الموقف دوت لا يتوافق مع ان انا متجرد ان لا بد ان اقول لا، بغض النظر عن انتماء الحزب. احنا عايزين نعلى شويه عن مساله الانتماءات الحزبيه الضيقه والتعصب للراي، لا خلينا نشوف فين الصالح العام ونعمل من اجله. فهذا هو معنى التجرد لله عز وجل اللي احنا اخترناه كاسم لهذه الحمله. وطبعا التجرد ده احنا بنعتبره ان هو يحمل في طياته التجرد لهذا الوطن والعمل لصالح هذا الوطن الحبيب مصر. ده بدايه تعريف بالاسم والمعني به. طيب ايه الاهداف او الرؤيه اللي بتراها حمله التجرد ولماذا قامت؟ حمله التجرد هي بترى في الاساس ان الازمه اللي بتمر بيها مصر حاليا هي ازمه اخلاق، بمنتهى الصراحه احنا عندنا مشكله اخلاقيه بمعاني منها
وهذه المشكله احنا بنعتبرها هي اكبر ارث سيء ورثناه من الانظمه البائده. يعني الانظمه البائده افسدت كثير في مصر، في حياه سياسيه، في حياه اجتماعيه وكده، ولكن اكثر مشكله خلفت هذه الانظمه ان هي تركت هذا الشعب وهو يعاني من ازمه اخلاقيه. هم استطاعوا على مدار السنوات التي كانوا فيها في الحكم ان يدمروا الكثير والكثير من اخلاق هذا الشعب. فاحنا الحمله بتاعتنا هي حمله لمطالبه العوده الى اخلاق المصريين الاصيله. عايزين نرجع تاني باخلاقنا الى الحاجات اللي احنا كنا بنفتخر بيها طول عمرنا، بنفتخر كمصريين باخلاقنا، بتعاملاتنا مع بعض، بالادب بتاع المصريين. فعايزين نرجع الحاجات دي. النهارده احنا اصبحنا بنرى ان في تنافس، في العكس، معذره مش عايز اسميها يعني، ولكن اصبح في تنافس في 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 في, في ترك هذا الامر، في ترك الاخلاق الحميده، في الرقي الخلقي والتعبير عن الراي بمنتهى الحضاريه والرقيه. فاحنا اول حاجه نقول لا، يعني ما فيش اي مشاكل في الاختلاف في الراي، ومشكلتنا الرئيسيه في ازاي ان انا اعبر عن هذا الاختلاف، ازاي ان انا احترم الطرف الاخر او صاحب الراي الاخر. في عندنا الازمه الاخلاقيه دي ضربه في كل الاتجاهات، ضربه في السياسه، ضربه في الاعلام، ضربه في حتى يعني بكل صراحه وصلت الى الناحيه الدينيه. يعني احنا في الناحيه الدينيه اصبحنا بنجد في هناك برضو مشكله في بعض، مش عايز اعمم، ولكن هناك ظهور لطريقه غير مرفوضه في الحديث الديني او الحديث الشرعي. فهذه الامور كلها احنا بنشكبها وضدها، وعايزين نترك هذا كله ونعود الى الاخلاق. طيب في حاجه ثانيه برضو قامت من اجلها حمله التجرد، ان احنا لاحظنا ان الروح المعنويه للشعب المصري منخفضه جدا. استطاعت جهات عديده في ظرف الشهور اللي كانت الثوره او السنتين بتوع بعد الثوره ان هم ينزلوا بالروح المعنويه للشعب المصري الى مستوى مخيف. يعني النهارده في حالات اكتئاب كثيره جدا في الشعب المصري، الرؤيه سوداويه جدا. هذه الروح لا يعني لا يمكن يعني تشجع او مدافع لتنميه وتقدم وازدهار وما الى ذلك. لابد ان نعيد الروح الايجابيه للشعب المصري، هذا ما نطالب به ونعمل من اجله بخطوات عمليه، مش كلام وخلاص، لا احنا بنحاول ندي نموذج في العمل السياسي وغير العمل السياسي ان احنا ازاي نرجع للناس روح ايجابيه، روح تفاؤليه. من غير الروح دي شايفين ان احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه، فلابد ان احنا نتكاتف من اجل تحقيق هذا الهدف. يعني نقطه مهمه جدا، شعب مصر شعب مؤمن، ولا اعلم الحقيقه كيف يتوافق الايمان مع التشاؤم والاكتئاب. يعني نحن نعلم ان الانسان المؤمن والشعب المؤمن بطبيعته لابد ان يكون مقاوم لهذه الافكار الاكتئابيه والتشاؤميه والسوداويه. لا، احنا ناس مؤمنين بالله، وعندنا يعني شواهد عظيمه جدا ان ربنا عز وجل نجانا من بدايه الثوره الى يومنا هذا من امور وخطوب عظيمه جدا. فمن نجانا من كل هذه المواقف والخطوب هو سبحانه قادر على ان يتم لنا النعمه ويخرج بمصر الى بر الامان. فخلينا عندنا ثقه في الله عز وجل ونثق في نعم الله ونحمده عليها ونستكمل المسيره في ظل نروح من التفاؤل والايجابيه. الرسالة الثالثة اللي من أجلها أطلقت حملة التجرد هو إن إحنا بنقول إن من حق الشعب المصري بكل تأكيد إن هو يحاسب الحكام، هذا لا شك فيه، ولكن يجب أن يعلم كل مصري أن كما له حقوق فعليه واجبات. فهل سأل كل واحد منا نفسه هل قمت بواجباتي قبل أن أطالب بحقوقي؟ هل الشعب المصري فعلا بعد الثورة انتقل من شعب كان بيعاني من سلبية كثيرة جدا إلى شعب يؤدي عمله بإخلاص وضمير وبيراعي الله عز وجل في كل خطواته وأعماله؟ قبل ما نحاسب غيرنا لابد أن نحاسب أنفسنا. إحنا اتحسننا؟ إحنا اتغيرنا؟ هل الثورة غيرت فينا؟ هل الثورة حسنت مننا؟ ولا هي كانت مناسبة جميلة لمدة 13 يوم ثم عاد كل شيء إلى ما كان عليه؟ دي منحة ربانية أتت للشعب المصري، حكام ومحكومين. مش قبل ما نطالب الحكام إن هم يستغلوا هذه المنحة ويصلحوا من أنفسهم ويورونا النموذج الطيب في الحكم وما إلى ذلك، كل ده مطلوب ولا شك في ذلك. ولكن إحنا بنطالب كل واحد في شعب مصر
اللي هو ايضا يكون نموذج للمواطن المصري الصالح، المواطن المصري اللي بيراعي الله عز وجل، المواطن المصري بيأدي دوره كما ينبغي. فدي نقطة مهمة جدا قمنا برضو نطالب بها في حملة التجرد. عايزين برضو نقول معنا في حملة التجرد ان احنا كمصريين احنا مش في معركة للفوز بالوطن، يعني احنا مش داخلين في معركة اللي هينتصر فيها هيفوز بهذا الوطن، لا، هذا المعنى مفهوم. احنا في سباق لخدمة وبناء هذا الوطن، نحن جميعا كمصريين مفروض نكون في سباق، كلنا بنتسابق بنتنافس من اجل خدمه وبناء هذا الوطن. انما فكره ان احنا في معركه واللي هيكسب هينتصر هياخد الوطن والباقي بقى يطلعهم بره الحلبه او كده، فكره مرفوضه بالنسبه لنا رسميا. 2 مليون نموذج توطين تم توزيعهم في محافظات الصعيد وثلاث محافظات بتوع القاهره الكبرى. جميع الاشارات او الارقام اللي جايه لنا ان الارقام ديت او الاعداد اللي وزعت على المحافظات المختلفه نفذت او قربت على النفاذ. فاحنا بنتكلم في يعني ما يقارب ال 2 مليون اللي احنا طبعناهم فعلا تم التوقيع عليهم وجمعناهم عند المندوبين باسط. الامين العام لحزب الدعوه وبدايه بعد ان نرحب بحضراتكم ونهني جميع الساده الاعلاميين بعيدهم اللي كان منذ يومين تقريبا، فنقول لكم جميعا كل سنه وانتم طيبين ودائما تقدمون الخدمه والعون لهذا الوطن الحبيب الذي هو يسكن في قلوبنا جميعا. اولا اعلن من هنا دعم حزب بناء والتنميه لحمله التجرد التي تقوم برعايه حركه الانصار التي اسسها المهندس عاصم عبد المالك. الامر الاخر اننا فتحنا مقرات الحزب على مستوى الجمهوريه لهذه الحمله، والذي دعانا لهذا يعني ما وجدناه من تضييق على هذه الحمله. واقرب مثال على ذلك ما حدث للحمله بالامس عندما اغلقت في وجوههم نادي الاطباء في الوقت الذي نرى يعني كل الاماكن العامه مفتوحه لغيرهم، وجدنا هذه الاماكن تغلق ابوابها دونهم. فقررنا في حزب البناء والتنميه ان نفتح مقرات الحزب للحمله على مستوى الجمهوريه. احنا حتى الان طبعنا 2 مليون ورقه طبعناهم وتم توزيعهم على محافظات القاهره الكبرى والجيزه والصعيد واشرفوا على النفاذ. غالبا الغد او بعد الغد سنجمع هذه الورق، واحنا شارعين اليوم طباعه 8 مليون ورقه من هذه الورقه، يعني 400,000 من هذه الورقه، يعني 8 مليون توقيع. الورقه دي جديدة حتى توفير، دي عاملينها من باب التوفير يعني. أيوة. لان 2 مليون كلفونا 40,000 جنيه. جميل. فاحنا عملنا ورقه دي من باب التوفير زي ما بيقولوا صديق هيبقى صديق بيئي عشان الورق، واحنا نجمع الورق كله ان شاء الله وهنذهب بيه للمنتجين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب يوم 30/6 بالتالي هو يوم عادي هيعدي زي باقي الايام، ولكن عندنا مخاوف من بعض الاحداث التي تحدث بعد الساعه 5 والساعه 6، شفناها في الفتره الاخيره بعد انتخابات الرئاسه، الملتوف وما يحدث في هذه الاحداث. لكن هو بالتالي يوم عادي جدا، يعني ما فيش مخاوف منه غير بعض بس الاحداث التي تحدث.